من الآخر كذا، أنت وش اللي تبينه؟ وش نهاية هالحركات اللي قاعدة تسوينها؟ حور، ممكن تهدين وتقعدين علشان نعرف نتكلم؟ ما عاد في بيني وبينك كلام، لأني تكلمت معك كثير قبل وقلت لك على كل شيء. وانت وش سويتي؟ استغليتي كل كلمة قلتها لصالحك، وبالنهاية لعبتي علي. حور، الرجال كان بين يديني، كان بين الحياة والموت. وليش يكون بين يدينك أصلا؟ لأنه وحيد وما له أحد في الدنيا، وأنا بعد وحيدة. والله وش هالمبرر المقنع؟ ذمتك كذا يعني بينك وبين نفسك؟ أنتي مقتنعة بهالمبرر السخيف؟ حبيتي رجال قلت لك عنه وقلت لك عن كل شيء كان بيني وبينه عشان أنتي وحيدة وهو وحيد؟ والله هذه جديدة علي. حب إيش وخرابيط إيش؟ الحين خلاص أي أحد يوقف مع أحد في أزمته صار يحبه؟ وش اسم هالموقف؟ موقف إنساني ولا بطولي؟ أعطيني اسم أو مصطلح. بكل بساطة كان بإمكانك تتصرفين بطريقة غير هذه. وش بيدي شيء أسويه وما سويته ها؟ قوليلي. هذا وش اسمه؟ جوال ولا أنا غلطانة؟ وشو لما اخترعينه عشان تتصلين؟ كان بإمكانك تكلمين أي أحد أو على الأقل تكلميني أنا وتعلميني باللي صار. صدقيني أنا في ذي الحالة لخبط، ما عرفت وش أسوي أصلاً. أنا كنت تبينه إذا صحى يلقاك الوحيدة اللي معاه اللي مهتمة فيه. تبين إذا صحى وفتح عيونه ما يشوف إلا أنتي عشان تقنعينها أنك البطلة اللي أنقذت حياتها. طبعاً فرصة وجات لين عندك واستغلتيها صح، طلعتينا كلنا مقصرين ومو مهتمين، صح ولا أنا غلطانة؟ لا طبعاً أنا أبد ما فكرت بذا الشيء. اسمعي يا عهود، أنا حاربت عشانك كثير وكنت مؤمنة فيك وبمشروعك، وبالآخر ما جتني طعنة إلا منك أنت. لعلمك لما شافك الصبح في المستشفى وبعد كل شيء سويته معه قال لي روحي ولا ترجعين، يعني طردني علشانك. والشي هذا قهرك صح؟ ما تعودتي في رجال يرفضك أو يقول لك أنا آسف قلبي متعلق بغيرك؟ حور اسمعي يا عهود، إبراهيم قال لك امشي ولا ترجعين، وأنا متأكد أنك راح ترجعين لأنك عنيدة وما راح تسوين إلا اللي براسك. وأنا راح أعيد لك نفس الكلام اللي قال لك يا إبراهيم، إذا كان عندك ذرة كرامة وأخلاق اطلعي ولا ترجعين. اطلعي من المكتب ومن الشركة ومن حياتي كلها.